السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. في هذا الفيديو شرح سريع لطريقة استخدام اللوحة البيانية داشبورد على تابلو. في البداية بيكون عندك رابط، الرابط هذا إما نسوي له كوبي بيست ونحطه في براوزر، أو في طريقة أسرع إن احنا نضغط على الكي كنترول بعدين نسوي كليك على الرابط. بداية هذا الداشبورد يوضح لنا عدد الطلاب المسجلين على حسب الدولة، واختيار يعني التصوير بالطريقة هذه لسببها ان عدد طلاب اندونيسيا كبير، نسبته يعني ممكن 86%، اللي هم 7000 طالب من اصل الكامل 9178. فايضاح يعني هذا الموضوع ان عدد الاندونيسيين كبير، هذا يعني المغزى او الهدف من هذا الداشبورد. ايضا في يعني في الاستخدام انه مثلا هنا دائما نشوف التوتال بيتغير كل ما نغير الفلاتر او المصفيات، فعندنا نقدر نصفي بالشهر، نقدر نصفي بالسنه. يعني لو نشيل 2021 ونشيل 2021 و2019 نشيلهم، نركز على 2020 تتغير عندنا التوتال. ففي 2020 بس 4993 طالب، وهذا عدد الاندونيسيين. ايضا شوف يعني مقارنة الطلاب الاندونيسيين ضد جميع الدول الاخرى، يعني ما في مقارنة، مثلا 4474 من اصل 4993، عددهم كبير. ايضا نقدر نختار الشهر، مثلا الحين نشيل الشهور كلها، مثلا اخترنا جانيوري 2020 فقط هذا عدد الطلاب 53. لو اخترنا فبراير بس يطلع لنا 200، يطلع لنا 191 فبراير 2020. نقدر احيانا نختار رينج، يعني مثلا الصيفيه لو نبغى نقول جون وجولاي واغسطس، مثلا في الصيف نشيل فبراير. هذا مثلا لو بغينا نعرف صيفيه 2020 299 طالب، ايضا يعني عدد اندونيسيين كبير فيهم. ايضا بعد ما اتضح لنا ان اندونيسيا هي حالة خاصة، فعندنا الداشبورد الثاني استبعدنا فيه اندونيسيا، يعني نبغى نرى يعني نفهم البيانات بدون اندونيسيا. فهذا الداشبورد ايضا نفس السابق، ولكن في هذه المرة يعني شلنا اندونيسيا، يعني الحين اندونيسيا مش موجودة. فممكن نبغى نسأل سؤال، نبغى نقول كل الشهور كل السنين حق البرنامج، 3 سنين هذولا والشهور هذولا كلهم، كم عدد الطلاب المسجلين من غير الاندونيسيين، يعني بعد استبعاد دولة اندونيسيا. يطلع معانا 1276 اللي سجلوا من جميع الدول ما عدا اندونيسيا. وايضا نفس الشيء نستطيع ان نستخدم المصفيات اللي على الجانب هنا، مثلا ابريل، خلينا نقول ابريل في 2020، ابريل 2020، هذا هم الدول مثلا، عددهم كلهم 59 طالب فقط في ابريل، سجلوا في ابريل 2020. مثلا لو قلنا ايضا نجرب الصيفيه، مثلا جون وجولاي واغسط، نشيل ابريل في 2020، يطلع معانا 135 طالب سجلوا من غير الاندونيسيين. وهكذا يعني نستطيع نختار اي شهر، مثلا ديسمبر 2020 مثلا الشتاء، او هذا الشهر يعني بالذات ايش بيكون فيه، في 79 طالب سجلوا، وهذول الدول. نقدر برضو ايضا لو نسوي يعني نرفرف على هوفر على الدولة يقول لنا يعني بالضبط العدد كم. مثلا هذه الدولة وشي، السعودية فيها 3، افغانستان 11، هذه دولة يمكن عشانها صغيرة فيها 1 من كولومبيا، وهكذا. وايضا عندنا الداشبورد الثالث نفس السابق في التصفيات اللي على اليمين، ويورينا المجموع توتال، ولكن اضفنا المره هذه يعني غيرنا طريقه التصوير، خلينا الدول على اليسار والعدد على اليمين، واضفنا التفريق بين الميل والفيميل، ذكور والاناث. وايضا يعني استبعدنا دوله اندونيسيا. بداية يعني مثلا لو نبغى نسوي سورتنج، انا الحين مثلا هنا الدولة الكبيرة هنا تحت، فنقدر نخليها نسوي سورتنج فيلد، احطها هنا. الحين صار يعني العدد الاكبر فوق والاصغر تحت، افضل كذا للرؤية.
وايضا هنا مثلا لو نبغينا نركز بس بالعين يعني نبغى بس نشوف الاناث فقط او سوري الذكور فقط، نضغط عليه هنا فيطلع لنا بس، نسوي سكرول اذا صار العدد كبير. خلينا نجرب الحين نسوي طبعا الكل، كل الشهور وكل السنين، ونركز مثلا على الفيميلز بس فيبينون لنا كده. نقدر نسوي سكرول ونشوف الدول كلها، نقدر نسوي نفس الشيء اذا مع بس الميلز، شوف 160 وهكذا. ونقدر ايضا نسوي نفس التصفية السابقة، مثلا لو نبغى نشوف الصيفية جون جولاي واغست حقت مثلا، هذا كل الصيفيات من 2019 الى 2021، او ممكن لو نقول اخر سنتين استبعاد 2019 يعني صيفية 2020 21، وهذا التوتال برضه موجود هنا، والتقسيم ميل وفيميل وهكذا. اخيرا نستطيع يعني تحت في زر يخلي الداشبورد ياخذ الشاشة كاملة، واذا في اي سؤال او استفسار احنا موجودين.